تعتبر شريحة الشباب من أكبر الشرائح الاجتماعية التي تدعم بقوة سياسة مشير جات إدريس ديبيتنو. وتأكيدا لذلك جاء هذا اللقاء الذي أوضح من خلاله رئيس وأعضاء مكتب دعم تشاد كونسانسيس مساندتهم لترشيح مشير تشاد إدريس ديبيتنو في رئاسيات أبريل 2021. كامبانيا للبريزيدان كان يبقى كانديدارا يدور علم علم شنو أنينا نشاوره نمرو بروغرام الخاص ان استراتيجيك ان تنان كونت دو كوفيد كي كيف نسو كامبانيا بكوفيد بشانا ساكيني لومو 2000 بيرسون 3000 بيرسون ما فيرا بالادا كي كيف نسوكي كانديدال انينا ندورو ميشيل مارشال دا يمشي قدام. لدعم ترشيح مشير تشاد في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة لا بد من خطة واستراتيجية مقننة. كادر صالح كناء الأمين الولائي لمكتب الحركة الوطنية الإنقاذ حيا شباب مكتب دعم تشاد كونسانسيس على التزامهم النضالي، وأشار إلى أن أعضاء مكتب الدعم هذا تنتظرهم جهود مضنية خلال الفترة المقبلة. وسبتنا كترك عندك ناس ما شفتوا في في مندو ما شفتوا دوبا بقى ما شفتوا كل في إنترنت قاعد يشوفوا اليوم بريزيدان هناكو دورة نجي وأنا جيت لأن أعرفه ولأن أبي أنتو لأنتو كلو تأبي أنينا أنسامبل نسوي شغل واي لأمبيز يمتي قدام ونقول ما تخافوا لنا تلقارين في في توال دول يقودوا في انترنت يأجو أنينا فوت ده سيبت براتيك أنينا غاني تابو بروغرام أنا رئيس بروغرام أنا غوفرنما ورنا بانديمي أنتو أرسبكتي هذا. وقدم أعضاء مكتب دعم تشاد كونسانسيس الامتنان لكادر الصالح كناء على وقوفه المثمر الذي نتج عنه تكوين هذا المكتب. للتذكير فإن هذا المكتب والمكاتب المماثلة الأخرى التي تدعم الحركة الوطنية الإنقاذ تنتظرها أعمال والتزامات سياسية كبرى لا سيما الخطط والاستراتيجيات المحكمة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.